السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ومشاهدينا الأعزاء عبر أثير إذاعة البشائر وعبر قناة الإيمان الفضائية. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حتى يغير. الحلقة اليوم أعزائنا الكرام تحمل عنوان جودة حياة. هو مفهوم يتعلق بمستوى الحياة التي يعيشها الإنسان على الصعد كافة، منها النفسي والبدني والاجتماعي والتربوي والكثير أيضا. مفهوم تهتم به الدول عادة، خصوصا تلك المتقدمة التي تسعى لرفع جودة وسوية حياة الأفراد الذين يعيشون على أرضها. أما في لبنان فجودة الحياة في خبري كان للأسف إن لم تكن الحياة نفسها. ولكن رغم ضبابية الحياة في لبنان نتيجة الأزمات المتشعبة والكثيرة والمتتالية، أعزائنا لابد أن نعرف جيدا كيف نرفع من جودة حياتنا، أقله لنستطيع التكيف مع تيار الأزمات الجارف وأن نعي معايير الحياة الجيدة. وإن كانت بمستوى مقبول نسبيا، فمسلسل استنزاف الإنسان مستمر في لبنان ويتفاقم يوما إثر يوم. وبعيدا أحباءنا عن دور دولتنا الغائبة عن السمع، لابد أن نعي مسؤوليتنا اتجاه أنفسنا وأن نحدد معايير ذاتية ونحاول صقلها كي نترجم جودة الحياة واقعا وليس حلما مستحيلا. فما هي معايير جودة الحياة؟ وهل يمكن الحديث عن جودة حياة في ظل الأزمات؟ إذا كانت الإجابة نعم، فما هي الاستراتيجيات التي تساعدنا على رفع نسبتها في ظل الأزمات المتتالية التي تعصف بنا؟ نناقش هذه التفاصيل وأكثر مع ضيفتي في الأستوديو، اختصاصية المهارات العقلية والحياتية مروة عديبي. يسعد أوقاتك. شكرا، سلام عليكم لإليك ولكل المستمعين. أهلا وسهلا بكم. يعني اليوم نتحدث عن مفهوم شامل وواسع ومتشعب جدا، يشمل كل الحياة، يعني جودة الحياة يعني الحياة بذاتها. فلنتحدث بداية ونتعرف منك تحديدا على مفهوم جودة الحياة، يعني ماذا نعني به؟ في مدرستين لتعريف جودة الحياة. في أول مدرسة اللي هي بدي أقول مادية بحت، وأنا ما كتير بتفق مع هيدي المدرسة، اللي هي بتقول أنه جودة الحياة هي أنه يكون معك المصاري الكافي أنك تأمني احتياجاتك بالحياة. هلأ ليه أنا ما بتفق مع هيدي المدرسة؟ لأنه منشوف أنه كتار أشخاص معهم مصاري كتير وجودة حياتهم منا مرتفعة جدا. في التعريف الثاني وهيدا الأقرب لي، اللي هو جودة الحياة هي قديش درجة أنت تكون مرتاح مع الأشياء اللي حولك بالحياة. حلو. إن كان صحتك، إن كان راحتك، إن كان عملك، إن كان أولادك، إن كان كل شيء حولك بالحياة، قدي أنت مرتاح معه وعم تستمتع فيه. نعم. وهيدا الأقرب للمنطق وللواقع، للواقع وللتحقق إذا فينا نقول. صح. يمكن المال صعب عند كل الناس يقدروا يكونوا أغنياء أو متوفر المال عندهم، ومثل ما قلت أنه في كتير أشخاص أغنياء وجودة حياتهم تبرهن أنه منا هاي الجودة العالية. نعم. يعني إذا بتقاسي منا جودة عالي. بالدول المتقدمة، قبل ما نفوت على المسؤولية الفردية اللي عنا أو الذاتية لحتى نقدر نحسن جودة حياتنا، بالدول المتقدمة يعني في دول كتير مهتمة أخدي مسؤولية على عاتقها، قديش هيدا مهم وبيقدر يساعد الفرد؟ لأنه كمان إذا بتقولي أنه أنا حابة أرفع جودة حياتي وأحسن من مستواي، يمكن الظروف ما بتسمح لي أو مسؤولية. صح. الدولة غايبة، بدي أقوم أنا بمسؤولياتها إضافة إلى مسؤوليات تانية خاصة فيي. أنا حقلك بالحالة المثالية، بالحالة المثالية هي أنه نكون نحن مجموعة عم نهتم بجودة حياتنا. يعني في أنا كفرد بكون مسؤول عن حياتي. نعم. وعن تحسين جودة حياتي. في الأشخاص اللي أنا بشوفهم كل يوم إن كان بعملي ولا عيلتي، وفي المجتمع واللي هو الدولة كمان قديش عم تدعمني. كرمال هيك شفنا كنا قبل ما نسمع بشي الاهتمام بالصحة النفسية أو المنتل هيلث. صحيح. هلأ صرنا عم نشوف أنه بكل الشركات كبرى صار في قسم صغير اللي هو المنتل هيلث، أو صار الصحة النفسية بيعيرولا انتباه. نعم. وصار مجبور على كل الشركات الكبرى أنها تعطي تقرير عن الصحة النفسية لموظفينا. ليه هيدا الشيء هلأ صار؟
لأنه تبرهن عبر الوقت قدي الصحة النفسية ممكن تأثر على الانتاجية تبع الأشخاص وبالتالي طبعا الانتاجية تبع الشركة. فشفنا هيدا شيء وهيدا شيء كتير رائع. هلأ بمجتمعات تانية إذا بدنا نبلش بلبنان ما فيني أنا أقول لا ما أنا المجتمع ما عم بيساندني والأشخاص اللي حوالي كمان ما عم الظروف عم تعاندنا. هو صح هو مظبوط أنه الظروف عم بتعاندنا بس ما فيني أوقف هون وأعلق هون أنا وما أقدر أني أطلع من اللي أنا فيه. يعني طيب بلبنان خلينا نقول هيك نقيم مع حضرتك بناء طبعا في مستويات معيشية بلبنان وبيئات مختلفة، يعني في الأكثرية أو الأغلب الأعم من شعبنا اللبناني عم بيعاني اليوم، ما في جودة حياة عادية مش فقط نفسية أو جودة الصحة النفسية أو صحة نفسية. خلينا نقيم هيك بشكل عام اليوم نحن بأي درجة من جودة الحياة؟ هتشوفي أنه نحن بلبنان قلنا فينا نقول قلنا 3 سنين على هيدا الوضع، مع هيك بعد بتشوفي في ناس عم تضحك، بعد في ناس مبسوطة، بعد في ناس عم بتعبر بطريقة حلوة، بعد في ناس عم صارت عم تعرف قيمة الأشياء الصغيرة اللي حولها، وهيدا شيء يعني هيدا شيء حلو. فنحن عم نشوف مثلا صارت منظور العالم مختلف كليا. يعني أنا إذا بدي بلش للتعريف اللي أنا بلشت فيه بالأول، كان الناس تنظر إنه أنا إذا حياتي بدها تكون منيحة يعني بدي يكون معي مصاري كتير، يعني بدي أقدر أجيب أغراض كتير. هلأ الناس ما عندها هيدا القدرة المادية إنها تحصل على كل شيء عندها، بس عم نسمع كلمة الحمد لله. يعني هيدا الكلمة الحمد لله الحمد لله ما كنت تسمعيها قبل. العائلة يعني صار في كأنه أنا بدي أقول زاوية مختلفة، كانت الناس عم تطلع بزاوية معينة، صرنا عم نشوفها عم تطلع بزاوية مختلفة تانية. صارت عم تشوف العائلة، صارت عم تعرف نعمة الصحة، يعني هدول التفاصيل اللي نحنا ما كنا ننتبه لهم. وهلأ يمكن هيدا الثلاث سنين صارت الناس عم تكتشف بحالة قدرات، غيرت أولوياتها بتعتبر الناس أكيد، وصارت عم تكتشف بحالة قدرات. يعني كان قبل الشخص يقول لك أنا ما بقدر أشتغل شغلتين، ما بلحي. طب هلأ شفنا أنت عم تقدر، فصارت شغلتين وثلاثة خصوصي أونلاين بيساعد 100% ببعض الأعمال. فهلأ صرنا مضطرين وصرنا شايفين أنه نحن قادرين لنحسن جودة حياتنا اللي بالنسبة لإلنا. وهون بدي ركز على شغلة كتير مهمة، أنه جودة الحياة هو مختلف، يعني عند مروة هو مختلف عن يمنى، مختلف عن أي حدا عم يسمعنا. فما فيني أقول قاعدة معينة مثل مفهوم السعادة، وهو كتير كتير متقاربين لبعض السعادة وجودة الحياة، لأنه السعادة مفهومة مختلفة عند كتير عندك أشخاص. سعادة بلن نقول يمكن بالعائلة، بالعائلة يمكن حدا عند أشخاص بالمال، بالمال حدا بالنجاح، يمكن منزل حدا بالنجاح 100%. فهون صارت نسبية وما نعلق بدوامة المقارنة وليش هيدا وليش أنا، ما نتطلع بغيرنا. الشخص الوحيد اللي أنا مسموح أتطلع فيه هو أنا قبل كيف كنت ووين وصلت وكيف عم ضاين. قارن حالي بحالي إذا 100% وكيف عم ضاين، كيف أنا قادر رغم كل هالظروف بعدني قادر أطلع وكفي والحمد لله. هي الأزمة فرصة عن جد، وكتار بيقولوا بس نحن يعني هيك لمسناها على أرض الواقع وعشنا هذا الشيء. يعني كتار منا عم يسعوا لشغل تاني وتالت أو حتى عم يبحثوا عن فرص جديدة، بالقبل كانوا بمنطقة هيك راحة منطقة الأمان كما تسمونها بعلم التنمية الذاتية. طيب جودة الحياة أو جودة الحياة أستاذي مروة، دي معاييرها اختلفت عند اللبناني تحديدا بين قبل وبين هلأ؟ يعني كان عنده يمكن مستوى معين بده يعيشه، كان بده يجيب سيارة بيت، يعني إلى ما هنالك كان كمان ترتب بقى عليه طول العمر يقضيها بالشغل أو بالقروض البنكية أو القروض بنك الإسكان كمان أو مصرف الإسكان. اليوم قد اختلفت هذه المعايير الجودة، قد هذا بيسهل علينا أكيد تكون حياتنا جيدة رغم الأزمة. صح، كنا عم ننظر للحياة المادية، هلأ شفنا أنه في منظور مختلف كليا للحياة اللي هو معنوي قيمة، هيدا أهم بكتير من الأشياء المادية. لأنه فقنا يعني أنا أنت ركزت على الدين وأنا حقلك أنه بس بلبنان هيدا الشيء، فقنا لقينا أنه المادة راحت يعني بطلت المادة، وفقنا لقينا أنه كل الناس صارت مثل بعض لأنه كل الناس خسرت كل شيء كانت بتملكه. هيدا البلد وصلنا لهون. صحيح. وبلحظة يمكن هيدي كانت منيحة أنه بلحظة نشوف الأشياء ممكن تتغير، ما حدا يعيش على المضمون، ما فينا نعيش نحن ضامنين. هيدي رسالة لكل شيء، ما فيني أنا أضمن هيدا الشخص أنه بحبني كل حياتي لأنه بلحظة ممكن يتغير، ما فيني أنا
أضمن إنه هيدا المال دايم، لأنه شفنا إنه بلحظة ممكن تتغير. ما فيني يعني أضمن الناس أكيد ما فيني أضمن إنه صحتي أنا قادر تبقى هي ذاتها، لأنه شفنا إنه وباء هالقد قادر يأثر فينا ويفوت فينا. فهيدا درس تعلمناه كلنا عن الأشخاص اللي كانوا قاعدين ومرتاحين وضامنين إنه الحياة هيها عم تمشي وأنا مزبط أموري وأنا هي. لا، أنت منك مزبط أمورك، أنت الوحيد اللي أنت قادر وضامنه أنك قادر تاخده معك وين ما كان هو أنت. لا الشخص اللي بتحبه، لا الشخص ولا لصحتك ولا أي شيء، هو أنت، واهتم بحالك فقط. وهذا بتخيل درس كبير كلنا تعلمناه. يعني هلا نحن يمكن في كتار تعلموا الدرس، وللأسف اللي ما قدر يمكن يستوعب اللي عم بصير، يمكن صار في حالات، بعض حالات انتحار، ورغم انه كتار عم بيحاولوا يعمموا او يقولوا انه كتير، لا منا كتير ابدا. يمكن بالنهاية العلاقة بالوازع الديني والايمان والقيم والاخلاق يعني، بس عن جد قسم كبير من اللبنانيين كانوا عن جد هيك، اذا بدك نحن شعب نهضنا من تحت الركام بكتير محطات من حياتنا، وقدروا يرجعوا يقلعوا اذا فينا نقول من جديد معايير الحياة. خلينا نبلش هيك نحكي اليوم للمستمع والمشاهد المعايير، منبلش بالمعايير المعيشية إذا فينا نقول، بعدين منفوت على النفسية على الصحية أكتر، حتى العمل بي. يعني كان لازم أنا يكون عندي جودة حياة كيف ما هيك تلفتت كما يقال بعملي مع أسرتي. خلينا نقول على المعيش اليوم، كيف تتحقق جودة حياتنا اليوم بهذه المقومات المعيشية البسيطة جدا؟ أول شيء على الصعيد المعيشي بده يكون أنا مأمن حد أدنى لأقدر أشتري احتياجاتي البسيطة. هون في شيء كتير مهم أنه أنا صير حدد، لأنه أنا فيني أقول أنه أنا ما بقدر أعيش إلا بهالقد مبلغ، وأنا فيني أقول لا أنا فيني أعيش بأقل مبلغ. هون القناعة، هون بتدخل القناعة، لأنه فيني أقول هيدا مبلغ كبير وفيني أقول هيدا مبلغ ما بيكفي، بس حسب ما أنا شو بدي أقنع. إذا أنا بقنع حالي أنه هيدا المبلغ أنا قادر أعيش فيه وقادر أمن احتياجاتي، اللي أنا بقرر شو الأشياء اللي بقدر استغني عنها وشو الأشياء اللي بقدر خليها، بكون أنا مرتاح. لأنه أساس تعريف جودة الحياة هي أنك تكون مرتاح بالأشياء اللي أنت بتملكها. بينما إذا أنا بجي بقول شهيد المصاري ما عم بتكفي، ليكو غلى البلد كيف، ما عم نقدر نجيب شيء، طب فعليا أنا حضلني قاعد حتى لو قادر جيب الأشياء البسيطة اللي نحن لازم نجيبها، لأنه هلأ صارت كل العيال قادرة تجيب يمكن المقومات الأساسية الأساسية، ويمكن أساسية في عيال كمان طبعا يعني. ويمكن في عيال للأسف ما قادرة تجيب. بس أنه إذا أنا بوقع بهذا الدوامي حيصير عندي إحباط، والإحباط بيولد تخفيف الإنتاجية. يعني أنا إذا بقدر أشتغل 4 ساعات، إذا كان عندي إحباط رح أقدر أشتغل 2 ساعة فقط. طب في 2 ساعة أنا كان فيني استغلهم أني طلع أكتر، أني فكر بشي تاني أكتر، أني زيد إنتاجية، وهون عم بخسره بالعجز يمكن 100% بالحال آخر شيء أكيد. فهيدا على الصعيد المعيشي أني أعيش هيك. أو تاني شيء أني شوف مين هن الأشخاص اللي بعدهم حولي. يعني اتطلع بنعمة أنه أهلي بعده موجودين، عيلتي بعدها مرتاحة، هدول التفاصيل. وإذا أنا كنت شخص قادر ساعد شخص تاني، كمان حس بالنعمة اللي الله عطاني إياها، أنه أنا يمكن الله كرمني بهيدي النعمة وقادر ساعد شخص تاني. فهيدي نعمة العطاء مش لمين مكان. في ناس نشحب هالامتحان وفي ناس فش أكيد. طبيعي هيدا ونعمة العطاء مش لمين مكان بتنعطى. وكمان بالسايكولوجي أكبر شيء ممكن يوصل له الشخص هو الامباثي أو التعاطف. فالشخص اللي عنده بالذكاء العاطفي التعاطف عالي جدا، هيدا شخص ذكي. يعني صار هلأ المعيار الجديد للذكاء هو الذكاء العاطفي. فالأشخاص اللي صار عندها تعاطف واللي شافت هيك، هيدا الأشخاص اللي فعلا جودة حياتها بتتحسن. لأنه ليه أنت ذكرت أنه في ناس عندها صار حالات انتحار؟ لأنه صارت تحس حالة أنه بهيدا الوجود ما بقى إلا مكان، بهيدا الوجود ما بقى قادرة تعمل شيء. بينما إذا أنا شخص عم بقدر حقق الأشياء البسيطة لعائلتي، وأنا بالعكس عم بساعد عائلة تانية، وإذا ساعات أكيد حأوصل نتيجة طبعا. يعني في أكيد. حدا بيقول ما قادر، لا أنه كل إنسان فينا قادر ولو بشي بسيط. وأنا إذا ساعدت عائلة تانية وشفت أنه عائلة تانية عم تسعد من وراء اللي أنا عملته،
هي هذا الشيء بينعكس علي وبحس انه انا في إلي فايده بالحياه، يعني مهمتي بالحياه ما خلصت. يعني قد ما كنت وضعي سيء فيني اتعاطف باي وسيله، يمكن يسر امر، يمكن انه دل يمكن حدا على حلوة. حدا الدل على الخير كفعله، يعني كمان 100% كثير وسائل. ويمكن انا دق عجاري بس طمن عليه إلي فتره مثلا ما شفته ظهر من بيته، يعني هالاشياء البسيطه ما ضروري دائما ماديه. اكيد بحس انه انا إلي هدف بالحياه وبعد رسالتي ما خلصت وانا موجود. هيدا على الصعيد المعيشي. جميل. نعم. طبعا هلا منفوت بموضوع الصحه النفسيه، نحن بعد عنا يعني نحكي بتفاصيل اكثر، ولكن الصحه النفسيه قديش اليوم هي اذا بدك مهمه نوعا ما، ما هقول مستحيله ولكن صعبه انه تحقيق صحه نفسيه متوازنه وجيده في ظل الازمات والتخبطات، لانه مثل ما قلنا كمان البشر يعني بيتعاطوا مع الموضوع بنسب مختلفه، بمستوى وعي مختلف، بفكر مختلف، بوجهات نظر مختلفه. يعني الصحة النفسية اليوم كمان نسألك نفس السؤال، وين موقعها اليوم بحياة اللبناني اليوم؟ حتى فينا نقول كمان العربي، لأنه في دول عربية كتير عم بتعاني مثلنا، وإن كانت الدول اللي بتهتم بسعادة الإنسان وجودة حياته قليلة نسبيا، وهي أكتر ما خليجية يمكن من باقي الدول العربية. صح، صرنا عم نشوف وزراء سعادة بالإمارات تحديدا. صح. يمكن صح. نعم. ما فيني أقول هلأ أنا هيدي الشعارات إنه يا لبناني أنت لازم تعيش حياة إيجابية وما تزعل، ضلك تضحك دائما. طبعا وكل يوم الصبح طلع المرايه يقول انا عايش حياه حلوه، انا منيح. بالعكس عيدة انا بكون عم بركب عبء عليهم. وقانون الطاقه، انت حط شو بتحط وشو بتفكر بيطلع لك. ما فينا نطلع بهيدي الشعارات، لانه كمان اصعب شيء ممكن نعيش الشخص هو اللي باطنه شيء وظاهر شيء تاني. يعني انا من جوا عارف انه اللي انا عم بقوله مش صح، ومن برا عم بقول شيء مختلف كليا. فهون انا عرضت جسمي لحاله صراع وضغط نفسي. الأهم إنه نحافظ على صحتنا النفسية الأساسية. نعم. يعني ضلني أحب حالي، ضلني أهتم بحالي بأبسط الأشياء، ضلني رغم كل شيء لاقي هيدا الوقت اللي لو هو 5 دقائق لحالي لأعمل شيء بحبه. ودايما أنا في شيء نحن بنقول اسمه venting out، إنك تطلع اللي جواتك، لأنه ما فينا نحن ضلنا تراكمات. أعطينا شو طريقة يعني اليوم الكل بحاجة يطلع الطاقة السلبية اللي جواته. ما هقول للكل روحوا، هلأ الأفضل شيء إنه روح عند منتور أو المعالج أو اللايف كوتش، بس بعرف إنه في كتير أشخاص للأسف قدراتهم المادية ما بتسمع. بس في كل واحد عنده طريقة. في شخص يمكن لما بيقعد بالطبيعة بيرتاح. في شخص لما بيقعد على السجادة بينه وبين ربه وبيحاكي ربه وبيحس بطاقة جدا إيجابية وبيرتاح. في أشخاص وأثبت بالسيكولوجي وبالدين أن وضعية السجود من أفضل الوضعيات اللي ممكن أنتوا تطلعوا فيها كل شيء طاقة سلبية، لأنه هيدا أثبت بالبرانيك هيلينج اللي هو بالعلاج بالطاقة. وطبعا يعني طبعا وضعية السجود تحديداً. ليه؟ لأنه هو في شيء اسمه علم التقريض أو الإيرثينج، اللي هي الأرض بتسحب منك الطاقة وبتعطيك طاقة أفضل منها. فهيدول الأشياء البسيطة نحن قادرين نعملهم. نحن بنعملهم يمكن بشكل هيك يمكن سريع، أو أنه صح. فينا كمان إطالة السجود كتير مستحبة. ما هي مستحبة، فشفنا ليه يعني العلم عم كل ما تعلمنا وغصنا بالعلم أكتر، كل ما شفنا أنه الحمد لله الدين اللي نحن عليه يمكن ربنا عطينا نعمة وعم بقلنا خذوا، بس أنه استعملوها وشوفوا كيف أنتوا أبصروا هذا النعمة. أكيد أكيد. رح نكمل بخطوات الصحة النفسية، لأنه أكيد كتير مع حضرتك بسر معنا اتصال حلقتنا. مستمعينا ومشاهدينا، اتصالنا مع فضيلة الشيخ أحمد إسماعيل. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم عبر أثير البشائر وقناة الإيمان الفضائية. مولانا اليوم عم نحكي عن جودة الحياة، وطبعا نعرف في لبنان جيدا أنه في معايير اختلفت بجودة الحياة، وحتى حياتنا كلها اختلفت، ولكن رغم هذه الضبابية في المشهد اللبناني بحياتنا اللبنانية أكيد في نقدر يمكن نرفع من جودة حياتنا، أو نقدر هيك نتكيف مع الموضوع بشكل ما يأذينا. اليوم الدين الإسلامي مولانا يعني ماذا يقول لنا عن مسؤوليتنا الشرعية تجاه أنفسنا نفسيا وبدنيا وتجاه عائلتنا ومجتمعنا من خلال مفهوم جودة الحياة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما هو معروف لدى الجميع، جودة الحياة هي عبارة أنه الناس تعيش بجو إيجابي، وهيك على مستوى الأفراد على مستوى المجتمعات، أنه الإنسان كمان يستمتع بحياته بهالحياة الدنيا يعني. ودائما يعيش حالة تفاؤل ويشعر أنه بالسعادة،
هلا هي كمان لها علاقه انه والله بده يتمتع بصحه والى اخره. مهم جدا الرضا عن النفس. يعني الانسان يشعر بينه وبين ربه انه هو مرتاح. طبعا نحن بنعرف عامل التدين وعامل الايمان كثير له اثر ايجابي على بذكر الله تطمئن القلوب. مثلا اذا انا مثلا شخصيا حاسس انه انا قريب من الله، هي بحد ذاتها بتعطيني طاقه ايجابيه، بتعطيني جو حلو، بشعر انه في عندي رضا عن النفس والى اخره. هي بتركلج لي حياتي من خلال مثلا علاقاتي مع بالمجتمع. مثلا ديني شو بيقول لي، نحن بنعرف رسالة حقوق للإمام زين العابدين أنه حق الله، حق المعلم، حق الجار وإلى آخره. هي يعني إذا عن جد أنا كنت متدين واقعا، مش متدين يعني أنا بعبر أنه اليوم متدين آخر زمان، يعني عامل شيخ طريقة، لا ما بدنا نعمل شيخ طريقة، بده يحس الإنسان أنه هو يعني فعلا مولانا عنده قرب من الله تبارك وتعالى، ومش على طريقة أنه في بعض الناس راكبة معهم سن أعوج. هو يعني مثلا كيف القرآن، هل أنه نبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. أنا بلاحظ في مستوى من الناس هو عنده رضا عن النفس بس راكبة معه سن أعوج، يعني ما مش بالطريقة صحيحة. مش بالطريقة الصحيحة. نحن بنعرف مثلا جودة حياة العلاقة، مثلا أن واحد يكون عنده وظيفة منيحة، عنده دخل جيد، سكنه منيح، عنده توازن، مثلا حتى توازن بين العيلة ومثلا بالمجتمع، أنا مرتاح بينه وبين نفسي، مرتاح بينه وبين جيراني، بشعر بأمان، ما بعيش بحالة معينة إذا بدي أطلع على الشارع مثلا في حدا بده يعمل مشكل، وعلى طريقة أنه بعمل خلاف على أفضلية مرور أو على وقفة السيارة وإلى آخره. ديننا بصراحة إذا عن جد نحن متدينين، هو لحاله يكفل أنه يعيش الإنسان الحياة عن جد الحياة المثالية. يعني مثلا كلنا سوا بنحكي أنه كيف تعاطى النبي مع جاره اليهودي، صحيح، بس بلحظة معينة مثلا إذا حدا زمر لي ولحتى أنا شيل سيارتي بنزل بعمل مشكلة، يمكن قبل شوي بكون عم بحكي عن أخلاق النبي. نحن إذا بدي أحكي عن جد مفهوم الجودة بالإسلام، هي إلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو قالنا؟ إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يعني العمل إنه أنا بدي أتقن هذا العمل، مثلا إذا بدي صلي بدي أتقن الصلاة، بدها تكون هي صلاة معراج المؤمن. أنا مثلا على مستوى تربية النفس، يعني أنا بدي ربي نفسي أصلا، لازم كون إذا أنا ربيت نفسي أنا بعكس هالتربية بيني وبين المجتمع. يعني انعكاس التدين لازم الناس تشوفه، كيف انا مثلا بتطلع بالمرايه، مثلا اذا انا عابس بشوف حالي عابس، صحيح. واذا انا مبتسم بشوف حالي مبتسم. يعني انا بدي يكون انعكاس طبيعي للحاله الايمانيه اللي بعيشها. مثلا على مستوى التربيه، الله تعالى بيقول قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني انا بدي زكي هي النفس، بس زكي هيدي النفس أنا بعدين بشعر بطمأنينة غير عادية. كيف مثلا قبل شوي قلنا أنا بذكر الله تطمئن القلوب، أنا عندما أزكي نفسي وما بتعاطى بأنانية مع الناس، هون إني وضع بيختلف. نعم، لعل عمل الرضا مولانا، يعني عمل الرضا هو الأساس كمعيار أساسي بالعلاقة الزوجية. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، مثل ما بيعبر النبي صلى الله عليه وسلم. بالأخلاق كلنا سوا بنعرف النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنا دائما بالمحاضرات بقولهم يا عم شوفوا كلمة إنما تفيد الحصر، يعني العنوان الكبير لبعثة رسول الله ليتمم مكارم الأخلاق. وأنا بلاحظ في مستوى من المتدينين كأنه عنواننا الأخير تدمير مكارم الأخلاق. للأسف يعني هذا الحال المجتمعي. بدي أحكي معوقات هذه التحقيق الجودي، في عنا عدة شغلات. هلا وين كنت مسألتيني، بس هيك بدي اختصر. لا ما هو أنا كنت حابة أسألك بس حضرتك يلا جود علينا بهذا بارك الله، جود علينا بالجودة. أهلا وسهلا. طيب لأنه طبيعي، بس بدنا نحكي شغلة، بدنا نعرف شو المعيقات. واحدة من المسائل الأساسية المعيقات هي الأنانية وتقديم مصلحة الذات على المصلحة العامة. أنا مثلا إذا أنا بدي أعيش بمجتمع أنا دائما أناني بتعاطى مع المجتمع، الناس أصلا ما بترتاح بالعلاقة معي، وبشعر دائما ياما نحن بنلاحظ مثلا نحن بمجتمعاتنا كيف بيقولوا أنه كل واحد بده يعمل أبو علي،
طب إذا كلنا ما شاء الله بدنا نعمل عناتر، وكلنا بدنا نعمل، كل واحد منا بده يعمل أبو علي، هون نحن بنصير أمام مجتمع بصراحة نحن نهدم هذا المجتمع. أنا في عبارة دائما بحكيها بالمحاضرات، لنشوف حضارة ورقي أي مجتمع خلينا نشوف إنه شو المراكز اللي بتهتم بتربية أولادنا وبالحياة الثقافية، الثقافة الزوجية. إنه إذا أنا بدي ابني أسرة، إذا بدي دور على أي مجتمع فاضل بدي شوف قديش في عنا محلات بتهتم بالقهوات والأرجيلة وإلى آخره وبيع الأرجيلة ومفردات ذلك، وبدنا نشوف قديش في مراكز تهتم بتثقيف الإنسان وتربية الإنسان. بعد عم بحكي بالمعيقات، ضعف الإيمان، الإيمان الحقيقي، مش الإيمان اللي اليوم مثلا في عنا دارج إنه والله أنا أعيش بجو متدين. في عبارة لأحد العلماء بيقول نحن نعيش الآن في نفاق سلوكي، يعني مثلا أنا أنافق بالسلوك، أنا لا يعني لا تكون أعمالي منسجمة عما في قلبي. وعلى طريقة الفيسبوك مثلا بنلاحظ مثلا نحن في ناس كتير بيكتبوا على الفيسبوك حكي حلو بس أعمالهم أصلا ما إلى علاقة لا بالجودة، بالعكس عشان ذات افتراضية مختلفة عن ذاتهم الحقيقية. مولانا يعني كتار بعد في عندك هيك شي معوقات بعد عنا خلينا اختصرهم، انعدام الأخلاق، الفساد الإداري، كيف نحن في مصطلح وما كان دارج وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب، لا هنا لا نضع الرجل المناسب بالمكان المناسب، ما بيكون في عنا رقابة، بتنتشر المحسوبية والرشوات وإلى آخره. كل هيدي الأمور شو بتعمل؟ إذا ما كان في عندي جودي بالحياة بصير في عندي طاقة سلبية، بصير نتفشفش ببعضنا وإلى آخره، وبنتحول إلى ناس دائما يعني ينفرون من هذه الحياة، وأصلا نحن منكون من أسباب هذه هذا النفور 100%. كثير من المرات نحن منخلق جو أو منخلق سائل، هو هذا السائل هو بيجرفنا ونحن لا نعلم. نعم، يعني دائما ما يأتي من الله تعالى هو خير، ولكن من البشر طبعا، من بعض البشر، وأن كان يمكن اليوم عم نحكي عن معظم للأسف البشر. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد إسماعيل على هذه المشاركة القيمة، ونتواصل بإذن الله معكم في مواضيع لاحقة. أهلا وسهلا. بارك الله بكم. أهلا وسهلا. الله يحفظنا رب. سلمكم الله. أهلا وسهلا. بالعودة لحضرتك، يعني الشيخ أحمد معروف بواقعيته الواسعة وعم يحكي الأمور مثل ما هي، يعني ما فينا نحكي نحن كمان نظريات وواقعنا مختلف كليا هيك. إذا بتحب تعقبي أو أنه بتوافق يمكن على المعظم اللي قاله أو عندك أي تعليق. أكيد أكيد، هو حكى عن شغل كتير مهم، هي التوكل على الله وأنك تكوني عندك الرضا، لأنه للحظة يعني نحن لنهتم بصحتنا النفسية دايما. البشر بطبيعتهم بدهم الاطمئنان، بدهم حدا يطمنهم كل الوقت. فتخيلي انت شو ما تعملي انت مطمنة انه في حدا عم ينتبه عليك، في حدا اذا شيء حيضرك رح يوقف لك، اذا شيء منيح لك رح ييسر لك. فتخيلي الشعور اللي جواتنا قديش بخلينا نندفع وما نوقف، لانه شو اللي بيوقف الناس، شو اللي بيخليهم يخربوا على حالهم حياتهم؟ هو الخوف، هو عدم الاطمئنان. بس انا اذا في جواتي هيدا الاطمئنان القوي اللي انه انا عارفة اذا انا في شيء عملته وما في خير لإلي رح يوقف، وأنا عارفة إذا هيدا شي في خير لإلي رح يمشي، يعني العلاقة وعارفة في حماية، في يعني في بكل الوقت بالحصن الحصين، في عين عم ترعاكي كل الوقت، رح تنطلقي، رح تأبدعي، رح ما يكون عندك أي عائق، وبالتالي حياتك رح تتحسن. فهيدي ضمن أنك أنت تكوني عن جد موكلة على الله، وعن جد هيدا الإيمان الداخلي القوي بس يعني. طبعا هالقد يعني من جوا نحن منعنيها، هيدا هو التوكل على الله. يعني العلاقة مع الله سبحانه وتعالى يمكن من أولى الأولويات عنا بموضوع أنه جودة الحياة، يعني أكيد. بتريحنا كتير وبتسهل علينا كتير مصاعب فيما بعد، وبتشيل يعني. الخوف اللي هو أساس، اللي هو أكبر عدو يمكن. عدو لجودة الحياة، لأنه هيدا الخوف وعدم الاستقرار. بس لما يكون في ربنا موجود بحياتك ما لا في خوف ولا في عدم استقرار، يعني لما خلص. نعم، يعني عن جد الحكي ممتع مع حضرتك، وحتى التفاصيل الموضوع متشعبة كما ذكرنا قبل الهوى، في كتير يمكن بدها سلسلة حلقات، ولكن حنحاول معك نحيط فيها بموضوع الصحة النفسية تحديدا. لازم نحب حالنا، دايما في هيك نظرتين لحب الذات، في حدا بيقول انه لا مش حلو كتير، وربينا على هالنقطة انه انت اناني، لا ممكن حب الذات، شو بيعطينا حب الذات، يعني شو بيعطينا لنا وللآخر، يعني كيف بينعكس على الآخرين. خلينا نحكي على مستوى جودة حياة أسرتنا، كيف إذا حبينا حالنا نحن كأهل
نقدر نحب أولادنا. في كتار بيستغربوا لما أقول لهم أنا إذا الأم حبت حالها وتصالحت مع حالها بتقدر تحب أولادها بصدق، يعني بيقولوا لا الأم بتحب أولادها دايما بدون، لا لما نكره نفسنا ممكن نكره كل اللي حوالينا. أكيد ما عم نقول الأناني، بالعكس الأناني هو عدو نفسه بالأساس. نحن عم نحكي حب الذات، لما أنت تحب حالك يعني عم تهتم بصحتك النفسية، يعني إذا في أشخاص حولك عم يستنزفوا طاقتك عم تتخلى عنهم، في إذا في أفكار سلبية عم تسيطر عليك تتخلى عنها. قدي في أشخاص بعدهم على الأنين بمطرح فلان أزاني وكل يوم بيفكروا بهيدا الشخص، طب هيدا الإنسان مرة أزيك بدون ما أنت تكون راضي، بس أنت لما عم بتفكر فيه مرة واثنين وثلاثة أنت بكامل إرادتك عم تسمح لهيدا الشخص أنه يصير جزء من حياتك يعني وبدون ما تحس أنت عم بتدخله بحياتك، فهيدا عم تستنزف طاقتك. فلما تستنزف طاقتك أفكارك ما رح تكون مظبوطة، مشاعرك رح تكون فيها خلل لأنه في تخبط أنا حيكون جواتي، فبالتالي هيدا كيف حينعكس على أسرتنا. إذا أنا كأم بالبيت وعندي هيدا التخبط رح حس انه ما قادر اعطي ولادي، او اذا انا ضليتني بدي اقوم بواجب الامومة رح اعطي وكون عم مثل، وهيدا اللي انا ذكرته قبل شوي، قلت انه اصعب شيء يكون جسمنا من برا عم بيقول شيء ومن جوا شيء ثاني. يعني انا من جوا تعبانة بس انا بدي اعطي، والولد بحس وهيدا الطاقة بياخدها مني، بيقرأ تعبير الوجه ملامح وبياخد طاقة الام ممكن. يعني في شيء من الله بينوجد بين علاقة بين الأم والولد، في شيء بياخده الولد من والدته دغري بينحس فيه، فأنتوا عم تعطوا هيدي الطاقة لأولادكم، وما رح تكونوا حكيمين لأنه مين اللي ما بيعرف ياخد قرار صح؟ هو الشخص اللي بيكون عايش أو بفترة سعادة مفرطة أو بفترة حزن وعدم استقرار مشاعر مفرط كمان. فطب بهيدي الحالة نحن رح ناخد قرارات غلط، يمكن في فرص تكون موجودة حولنا ما بقى نشوفنا لأنه ما بقى نحن قادرين نركز عليها لأنه تركيزنا بمكان تاني مختلف كليا. يمكن يكون الفرصة اللي أنا بتمنيها كل حياتي هي قدامي بس أنا ما قادر أشوفها لأنه في كذا حيط إذا بدي أقول أنا حطيته قدام عيني قبل ما أوصل لهيدي الفرصة. فهون نحب حالنا، هيدا هي نحب حالنا، هيدا هي نهتم بحالنا وتلقائيا هيدا الشيء مننقله لأولادنا. يعني أنا إذا قلت لأولادي أنه أعطوني 5 دقايق أنا بحاجة لخمس دقايق ارتاح، الولد بيفهم بعدين أنه هو من حقه أنه يرتاح لأنه أصلا تعلمي قيمة أكيد، لأنه غلط تعلموا أولادكم أنه أنت كل شيء لازم تعمله، لا من حق جسمك عليك أنه يرتاح ليعطيك الإشارات المضبوطة هو وين وهو شو بده بالضبط. فهيدي هي حب الذات. دايما بنرجع بحلقاتنا ببرنامج حتى يغيروا أو حتى كل هيك حدا بيعالج موضوع نفسي أو اجتماعي للتربية الأسرية، وقديش الأهل هن عن جد أصحاء نفسيا مع أولادهم بتربيتهم لأولادهم طبعا. لأنه عن جد بتلافي كتير مشاكل صح. يعني ولكن للأسف الحياة منا مثالية والبشر خطأون بالنهاية. اليوم لما نحكي عن الصحة النفسية بنجي نقول لحدا اليوم عم بيعاني ومنشوفهم كتير بمجتمعنا، اهتم شوي بحالك، اظهر شوي، امشي شوي، غير جو. دايما في عنا رد الفعل انه انا بدي روح امن اكل لعائلتي، امن اكل لولادي. عم نحكي كتير واقعية في بعض الحالات هيك، يمكن كتار مثل ما عم تقولي حضرتك بيفهموا شو اللي عم تقوليه تحديدا وعم يطبقوه، يمكن عم يحاولوا يطبقوه بس في ناس عاملين بلوك صح. بين اللي عم تقوليه وبين الواقع اللي عايشينه. كيف فينا نجي نقول لواحد ما عم يلاقي يمكن لقمة اكل؟ يوم عم نحكي بدنا ننصح بواقعية مثل ما ذكرتي كيف يهتم بصحته النفسية هون؟ يعني ما عم صعب عليك؟ لا لا ابدا، ما في شيء كمان اذا بدك مثالي بالحياة وهيدا الواقع اللي نحن عايشينه. وأنا منيح لي ذكرت هيدا الشيء لأنه بدي أقول للناس اطلعوا من المحاضرات. ما فيني أنا أجي كل ما أشوف شخص تعبان أجي أنا أطلع عليه أحكي بالمثاليات لأنه هون كن عم بأذيه، لأنه شخص بينه وبين حاله عارف شو الصح بس هو مش قادر يعمل الصح لأنه الظروف اللي هو محطوط فيها كأني أنا عم بجلده. يعني إذا هو بينه وبين حاله حاسس بنفسه قديش هو قاسي على حاله قدي ما عم يعمل الصح، أنا عم بجلده زيادة بكلام اللي هو أنا مفكرة أنه هيدا شي منيح. مثل واحد بلاقي قاعد لحاله، ليه أنت بتضلك قاعد لحالك بالغرفة؟ هيدا الشي مش منيح لإلك، هيدا ما بيسوى ومتهار ومغير. طب ما أنا بهول كلام أنا نزلت عليه بالأحكام الأحكام الأحكام اللي هو بدون ما أسمعه، يمكن بدون ما أسمعه وبدون ما أعرف ظروفه ويمكن الظهرة بالنسبة لإله مش هي الحل.
بس لهيدا الإنسان اللي قاعد وحاسس حاله أنه خسر كل المقومات، حاسس حاله هو فعلياً مش هيك، بدي أقول له حط على ورقة وقلم شو النعم اللي حولك موجودة بالحياة. حلو. جرب للحظة غمض عيونك وامشي ساعة بالبيت أنت مغمض عيونك. حلو. شوف، هذا تمرين عملي ومفيد جدا. شوف هل أنت عارف قيمة نعمة النظر اللي الله عطيك إياها؟ جرب تعيش لوعة حدا خسر حدا حبيب على قلبه. قدي صعب هيدا الشيء؟ يعني جرب عيش هودي الأشياء اللي أنت منك واعي للقيم للنعم اللي بين إيديك، فأنت للحظة بينك وبين حالك اكتب هيدا النعم. هل أنت مستعد أنك تخسر هيدا النعم؟ يعني بتركيزك أنت على مكان معين. نعم. اللي هو بس وضعك المادي والوضع الاقتصادي بالبلد اللي كل البلد عايشيته، ما في حدا يقول الحالة عايشه. العامة لازم تخفف شوي عن البعض، يعني محالة عامة مش أنه أنت لحالك 100% عايشة. وكلنا عايشين وكل مارق فيها وكل حاسس فيها، بس للحظة أنت عم تركز هون ويمكن عم تنسى تستمتع بالنعم التانية اللي موجودة حولك. فشوف شو النعم التانية اللي موجودة حولك وكون ممتن لها. وبينك وبين حالك تفكر أنت لما خلقت على هيدا الدنيا، أنا يعني من المدرسة اللي بآمن أنه ما في حدا خلق على هيدا الدنيا صدفة. كل واحد ولا فينا ولا بشكل عبثي أبدا. وليش هيدا الإنسان خلق بهيدا المكان وبهيدا البلد كمان منا صدفة، هيدا هوية الإنسان منا صدفة. كل واحد فينا خلق لرسالة بهيدا الحياة، وكل واحد فينا الله عطاه مقومات وتيسير يسر له أمور لأنه هيدي لتخدم رسالته بالحياة. واحد من أساتذتي مرة قال لي مروة علامة أنه تيسير الله إليك علامة التكليف، فإذا يسر الله لعبد أمرا فإنه علامة التكليف يعني بهذا الأمر بهذه المهمة. أكيد. فنحن نشوف طيب أنا شو عندي مقومات، أنا شو عندي شيء زيادة، أنا شو تأثير زيادة على المجتمع. يمكن أنا أطلع بفيديو صغير أحكي أثر على كمية كبيرة من الأشخاص وأقدر طلعهم من اللي هني فيه، وأنا هون بكون عملت رسالتي. فهون أنت يا شخص من خلال عملك، من خلال يمكن مهنتك، دورك بالحياة، صح أو ويمكن كلمة صغيرة لابني بالبيت، لبنتي بالبيت، لزوجتي بالبيت، كلمة حلوة للزوجة. أنت متخيلة تأثير الزوج وكلامه الحلو؟ هي صدقة، هي الكلمة الحلوة صدقة، صدقة جارية. فكيف إذا كان عم يعطيها لزوجته، عم بيقول لها مثلا شكرا أو يعطيك العافية أو هيدا الكلام اللي بي حسس كمان انه هو عم يعطي كل الاشخاص اللي حوله اشياء ايجابيه، يعني اشياء يعني طبعا ما بده الزوج يكون ممكن معه اموال طائله. عم نحكي هلا في نساء يمكن بيحبوا الرجل الغني بغض النظر، عم نحكي انه الكلمه الحلوه الاهتمام. دائما نحن عنا مشكله بالتعبير للاسف بعض البيئات، عم نحكي كانوا الأهل في كتار بيقولوا أنه أهلنا ما كانوا يعبرونا مثل هذا، مثل حضرتك هلأ أنت يعني متخصصة وحتى ملمة بكيف أنه تعاطي مع أولادك. ولكن في أهل كتار قبل هذا الجيل وقبله ما عم بيعبروا. مشكلة التعبير كمان لازم يسعى الواحد ليعبر، دايما بيقولوا له أنت بتعبر أنه أنت عم تجامل، أنت عم يعني لا، أنه في التعبير عن جد حلو والله أوصانا فيه. الابتسامة، الابتسامة الكلمة يعني الحلوة ما بتكلف شيء، يعني هيدا أبسط شيء. نحن نبلش بابتسامة. قدي حلو تفوتي على البيت تلاقي حدا مبتسم بوجهك، قدي حلو أنك تفوتي وتلاقي يعني، وقدي قصدي هيدا شيء ممكن يأثر عليك إذا فت أنت ولقيت الأشخاص اللي حولك عابسين أو مش مرتاحين أو تلقائيا بينعكس هيدا الشيء عليك وبدون ما تحسي. انت هلا بعملك إذا فت ولقيتي كل فريق العمل اللي معك عابس ومعصب، لا شعريا طاقتهم رح تنطلق، رح تروح لإلك، وانت عطائك بتشعر بإرباك وبقلق أكيد. وبأنه أكيد. ما حد بينه مركز كتير. يجي حدا يبتسم أو يعطي هيك جو مريح كمان هيدا الشيء معدي والكل بيصير بهيدا الجو. تمام. قديش في علاقة أستاذة مروة عادي بين يعني جودة الحياة وتقدير الذات؟ يعني عم بقرأ بمحل أنه إذا أنا ما كنت مقدر لذاتي وعارف قيمتها وعارف حاجياتها وعارف يمكن طاقاتها، ما بقدر أنا أمن لها هيدي الجودة. صح. أكيد. قديش في علاقة وطيدة، يعني إذا الإنسان عن جد ما بينظر نظرة مهمة لنفسه
ما بيقدر يمكن يحسن جودة أكيد حياته. لأنه أنا إذا ما بنظر نظرة مهمة لحالي وتقدير الذات بلاقي أنه أنا لا أستحق الحياة أصلا. أوف هالقد يعني ممكن نوصل لهيدا الدرجة. فمثلا نحن كمان من الأشياء اللي أكيد ما حفوت فيها بالتفصيل بل كنفوت فيها بحلقات تانية اللي لجودة الحياة أنه الواحد يهتم بصحته الغذائية وبصحته أنه هلأ كان عندي شيء هيك إذا بدك فينا أنه يعني نعطي هيك خطوات يعني أو نصائح يعني صغيرة هيدا يعني من منطلق تقدير الذات. طب أنا كيف بدي طعمي حالي شيء صحي إذا أنا ما عاطي قيمة لحالي بينما أنا يعني بقبل هيك حط جواتي شو من كان 100% أنا يعني كمان كاختصاصي الثاني اللي هو إخصائية التغذية بهذا الدومين أنا دايما مني من مبدأ فكرة أنه أنت لازم تعمل دايت لازم تفهم أنت ليه عم تعمل دايت لأنه أنت إذا حبيت حالك بشكل قوي تلقائيا رح تعطي نفسك الاشياء الصحي. اللي بتستاهلها. تخيلي جسمك كطفل كطفل صغير يعني انا دائما بعطيهم هيدا المثل بقول له تخيل انت كطفلك الصغير كابنك الصغير قدامك هل ابنك رح تقبلي تعطيه شيء منه صحي؟ اكيد لا. هل حتقبلي تعطيه شيء وانت عارفه انه هيدا الشيء حيأذي؟ هل انت حتقبلي تعطيه كلام وانت اذا عارفه انه هيدا الكلام رح يأذي هل رح تقبلي تعطيه؟ لا. فأنت نفس الشيء ولدك الخاص فيك طفلك الخاص فيك هو جسمك. فهون مبدئية أنه فكرة أنه نحن نعطي تقدير لذاتنا لأنه الذات تستحق حق الحياة ومثل ما قلت نحن عنا رسالة بهيدا الحياة نهتم بغذائنا هون يعني كمان نهتم بغذائنا وإن كان كمان الأزمة المادية طبعا تمنع بمحلات يعني طبعا يعني إذا بدك مستوى غذائنا أو هيك نمط غذائنا اختلف شوي خليني أقول لك شغلة يمنا نحن من قبل جدودنا كيف كانوا عايشين كيف كانوا عايشين صحيح وكانت صحتهم أفضل أفضل بكتير مننا كانوا عايشين على المنتجات اللي موجودة من الأرض اللي هن بيعملوهن بإيدهن والأشياء البسيطة اللي غير مكلفة حتى ماديا صح يعني. وكان الجار يعني الوحدة تعمل أكل وتعطي جارتها وتعطي الكل هيك كانت الحياة قبل. فإذا بهاي الأشياء البسيطة نحن قادرين نحافظ على صحتنا وهو بالأساس ونحن عايشين ببلد عنا خيرات يعني هو من أهم أنواع التغذية هو الميديترينيان دايت اللي هو الدايت اللي موجود عنا بلبنان اللي فيه زيت الزيتون اللي فيه التبولة اللي فيه هيدا المأكولات اللي نحن مشهورين فيها فعنا نحن هيدا النعمة بين إيدينا المجتمع الاستهلاك اللي فرض علينا أنماط غذائية وجبات سريعة وما إلى هنالك الأكل السريع هو اللي أذانا 100% يعني هلأ يمكن الأزمة اللي بيقعد مع حضرتك عن جد بياخد طاقة مش طبيعية بالإيجابية لأنه كمان عم تحكي شيء واقعي مش مجرد نظريات شيء عملي أكيد أكيد. يعني كأنه الأزمة اليوم نحن شفناها مع حضرتك اليوم بشكل مختلف جدا أنه الأزمة فرصة لأننا لنرجع لأصالتنا يعني المحلات نرجع أكيد. لربنا نرجع في تفاصيل جدا مهمة عم تقولي اليوم فإذا نرجع لحياتنا الغذائية البسيطة اللي هي عن جد صحية كتير بدي انتقل لمشاركات هيك بعض الآراء ونرجع نختم بنصائح هيك كيف أجعل من حياتي جيدة رغم الصعوبات الجمة مستمعينا ومشاهدينا كانت مشاركات اليوم حول سؤال كيف تعرف جودة الحياة وما هي سبل تحقيقها والمعوقات عتاب خير الدين بتقول بمشاركتها في مقاعد دراسة ثانوية وتحديدا في مادة علم النفس تعلمنا أن الجودة هي مقياس السعادة للإنسان وسعادة الإنسان عادة ما تتوقف عند عوامل كثيرة وأهمها الحالة المادية والاجتماعية والصحية فعندما يكون وضع الإنسان المادي والعائلي والصحي جيد هذا كفيل بأن يكون الإنسان سعيدا ومرتاح نفسيا أما بالنسبة للمعوقات فالحمد لله هي كثيرة كالمعوقات في بلدنا لبنان التي حرمت كل إنسان من كل معاني الحياة وجردته من أبسط حقوقه أما المختص حسين المقداد وهو أيضا مدرب في مجال التنمية الذاتية بيقول لكل شخص معايير تخصه بنفسه لجودة الحياة لذا هو سؤال أو هو سؤال من الصعب جدا أن نجد له إجابة واحدة أما سبل التحقيق فحكاية أخرى وأيضا المعوقات الإجابات كما بصمة الإنسان لن نجد إجابة واحدة تشبه الأخرى
أما هدى الموسوي بتقول بمشاركتها تمام العافية والشكر على العافية والغنى عن شرار الناس، هكذا ترى هدى جودة الحياة أو معايير جودة الحياة. أما إسماعيل دياب بيقول صراحة لا يوجد أهم من هداوة أو هدى البال، يعني أنه البال يكون مرتاح وهادن وأن يرضى الإنسان بما قسم أو قسم له، على الإنسان أن يسعى ويجد في عمله ويخطط لما أو يجد في عمله ويخطط لما سيفعل بالمنطق والعقل والإمكانات المتوفرة. والمشاركة الأخيرة من المتخصصة الاقتصادية فاطمة رحال جابر، هيك عم تعطينا كمان شكرا على المشاركة، عم تعطينا هيك رؤية اقتصادية لجودة الحياة، عم بتقول أسئلة هامة تفتح النقاش الثري والغني بحسب خلفيات المشاركين، سأخذ المنحة الاقتصادي الاجتماعي كمعيار لجودة الحياة ونقيسها عبر مؤشرات جودة الحياة، ويمكن قياسها بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاع الناتج بالنسبة للفرد، انخفاض مؤشرات البطالة، ارتفاع نسبة التعليم، البيئة السليمة، وانخفاض التلوث، انخفاض مستوى الفساد، انخفاض معدل الجريمة. يعني إن شاء الله هيك نقدر هذه القصص الخاصة بالدولة إن شاء الله نقدر هيك نتجاوزها بعد فترة. شكرا لك فاطمة. بالعودة لحضرتك قراءة سريعة جدا للمشاركات، يعني 100% هذا واقع، واللي حلو في أحد المشاركين قالوا أنه نكون عندنا أهداف واقعية، وهذا الأساس لجودة حياة. أنا بدي يكون وذكرت قبل ما بدنا نقارن حالنا بحد ثاني، فنحن نعرف شو إمكانياتنا وين رايحين ونركز على حالنا وما ننشغل بالأشخاص الثانيين. نعم. يعني 4 دقائق فقط، بدنا هيك نجول معك على الخطوات اللي بتساعدنا أنه نرفع من مستوى معيشتنا، هيك اللي بيخطر ببالك إن كان نفسيا بدنيا تغذويا إن صح التعبير بالعمل، هيك بدنا نحاول نحيط يعني الهوى لإلك بالختام لتجودي علينا بمعايير جودة الحياة. أنا آخر شيء يعني هيك مختصر حقول، أول شيء حسنوا علاقتكم مع الطبيعة، لأنه حتلاقوا في إشارات عن جد من الطبيعة، هي الهواء والشمس والمي، هيدي مصادر طاقة جدا مهمة بالحياة. حلو. فخلينا نحسن علاقتنا بالطبيعة، قوموا امشوا غيروا جو، لو حد البيت ما تضلكن بنفس المكان، إذا أنتم مضطرين تكونوا بنفس المكان على الأقل يمكن تفتحوا الشباك لتفوتوا هواء تاني، فغيروا طاقة المكان، يمكن تقوموا من أوضة لأوضة، يمكن تغيروا اشياء بسيطة بالبيت، يمكن تغيروا مواقع الأشياء بالبيت، هيدي بتعمل فرق كتير كبير. هاي اشياء عملية عم نعملها بس لنحس انه غيرنا، هي ما بدها امكانيات مادية نهائيا. 100% صحتنا الغذائية رغم كل شيء نحن عم نعيشه، نهتم انه نضلنا عم ناكل الوجبات اللي مثل ما قلت انا، يمكن زعتر وزيت زيتون هي وجبة جدا صحية، وبندورة ممكن تكون من الارض، فهالقد شيء بسيط موجود حولنا، نجرب بإمكاناتنا البسيطة، ما نستقل يعني ما نقول أنه لا معلش ما بلا ما أهتم بأكلها بهتم بشيء تاني، لأنه الأكل هو مصدر أساسي اللي رح يخليك تقوم بمهامك التانية. نهتم بنحب حالنا، وما رح أرجع فيض على شو يعني نحب حالنا. نعم. لأنه حكينا كتير بخلال الحلقة. نقدر الأشياء اللي بين إيدينا ونقعد كل يوم نكتب شو الصفات الحلوة اللي موجودة عنا، لأنه كلنا بطبيعتنا بطبيعة البشر بتحب الإطراء، بتحب تسمع كلام حلو، يمكن الناس مشغولة بهمومة بقصاصة ما عم تقدر تعطي هيدا الشعور وهيدا الكلام الحلو للشخص التاني. نعم. فأنا إذا كتبت كل يوم، يمكن أنا بكتب أنه أنا اليوم يوم قدرت اتخطى مشكلة ما كنت متخيل حالي اني بتخطاها، بينما انا اذا كتبتها وشفتها وقريتها كل يوم عم بقرأ كل يوم انا شو في صفات حلوة، عم ذكر حالي. نعم. عم بعطي حالي تحفيز، فهيدي من الاشياء اللي يعني ما انظر التحفيز من الاخر اللي عادة ماشيين عليها نحن. صح، لانه هلأ عن جد فعلا كل واحد مشغول بقصص وبي بدو يعني سيرفايفل مود، اذا بدي اقول يعني الاشخاص انه كل واحد يلا بدي يعني ينقذ حاله من اللي هو فيه للأسف. 100% يعني. نعم. ما ننطر، ما نضلنا نحط اللوم، هيدا اللوم فلان حق عليه والشركة حق عليه والمعاش حق عليه والظروف حق عليه، هيدي المجهولة لنا دائما الحق على الظروف. صح. نحن وين؟ لانه ما في يعني ما فينا ننطر الظروف، لانه ما في تايم لاين، ما في حدا عارف شيء. واخر شيء بحط دائما 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 دائما، هي يمكن كل حلقه انا بشدد عليها، نعمه الامتنان، نعرف حالنا لشو ممتنين، نكتبهم
ونشوفه نكتب نحكي ونقول لأشخاص، يعني مثلا أنا بدق ليمنى بقول ليمنى أنا ممتنة لوجودك بحياتي. فقديه حلو هيدا الشيء ننقله للأشخاص اللي حولنا ونحسس الأشخاص اللي حولنا للحظة حسوا حالهم أنه هن يمكن ناس تركتهم، الحياة تركتهم. في أشخاص بحسوا أنه يا الدنيا استغنت عني، لا أنت بعدك في ناس بحاجة لإلك، ما تفكر للحظة أنه مهمتك خلصت، لأنه لو مهمتنا خلصت كان ربنا أنهي لنا حياتنا، أنه مهمتنا خلصت هون. اسمحي لي آخر شيء أقول أنه دايما يعني الأشياء الامتنان بالحياة بيكون على هيئة أشخاص، فأنا كمان ممتنة جدا لعائلتي وممتنة اسمحي لي عائلة والدتي اللي اليوم عيد ميلادها، وأنا ممتنة جدا 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 لوجودها بحياتي. يعني هذا الامتنان الله يخلي لك يا رب ويحفظها ويحفظك يا رب. أنا ممتنة كمان هيك لإلك على الحلقة الجميلة جدا جدا يعني، وليس أبدا مجاملة، لأنك أفضت علينا بكتير تفاصيل واقعية عملية وبمتناول الجميع. أنا بدي أشكرك أخصائية المهارات العقلية والحياتية وأيضا خبيرة التغذية أستاذة مروة عيديبي، ولنا لقاءات أيضا جميلة كهذا اللقاء معك. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا وسهلا مستمعينا ومشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حتى يغيروا، والتي حملت عنوان جودة الحياة، وإن شاء الله تكون حياتنا جيدة وكله بأيدينا إن صح التعبير. شكرا على حسن المتابعة.